حياكم الله مجددا في هلا. الموضوع القديم المتجدد، أو خلوني أسميه الجديد المتجدد، لأنه يهدأ ويرجع، ينطفي ويرجع يولع من جديد، فكرة المنتشرة ما بين استثمار وقتك بالاتجاه مباشرة إلى التجارة، وخاصة فيما يتعلق بالأعمال التجارية المدرة اليوم لكثير من الأرباح، أو التجارة الإلكترونية أو غيرها من الأعمال، وأنه بقائك في الوظيفة أو يحرمك من كثير من الأرباح اللي قد تكون متاحة لك، بس أنت ما عندك شجاعة أنك تأخذ هذه الخطوة. في وجهة نظر معينة تقول الطرح هذا وتطرحه بكثرة وتصر عليه، وتعتبر أن الوظيفة عائق أمام أنك توصل إلى مرحلة ثراء هي متاحة لك. في وجهة نظر ثانية ترى أنه لا، أنه هذا الموضوع فيه مجازفة غير منطقية، وأنه الذين يدعون إلى هذا الأمر هم يجازفون بحياة كثير من الناس، وأنه لا، خلك في وظيفتك ولا مانع أنك تروح تفتح مسارات استثمارية وتجارية أخرى. إلى أي طرف ما أبغى أقول ترجح الكفة، ولكن تتفقون؟ الحوارات كثيرة في هذا الموضوع. يسعدني أن يكون معي هنا في الاستوديو مستشار الموارد البشرية الأستاذ بدر العنزي. أستاذ بدر مساء الخير وشكرا لقبولك. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى مشاهدينكم السي الأستاذ محمود مانا. أهلا وسهلا. أيضا معي رائد الأعمال والمهتم بالتجارة الإلكترونية الأستاذ محمود فجال. أستاذ محمود مساء الخير، شكرا لقبولك الدعوة. الله يسلمك يا رب. أبدأ معك أستاذ بدر، أنت وش رأيك في هذا الجدل وفي هذا الطرح مع أي الفريقين؟ شوف يعني هذول خطين مختلفين تماما، موضوع انك تدخل في التجاره مباشره او انك تتوظف مباشره. طبعا لا يمكن انا اعتقد انه نشوف تجار ناجحين هذول يمكن ينعدون على اصابع مثلا اللي هم بداوا بالتجاره مباشره. ظروف الناس تختلف، امكانيات الناس تختلف، الامكانيات الماديه العقليه التعليميه الى اخره، البدنيه. يعني لا يمكن تقول للشخص اذهب للتجاره مباشره، انا ممكن اقول اذهب للعمل حر مع الوظيفة قد يساعدك في المستقبل أنك تكون تاجر. لكني نصح الناس في مسألة ترك وظائفهم بهذا الشكل العشوائي اللي بعد الطرح نسمعه مو مقبول. لكن التجارة أمر ممتاز جدا. شوف العملية جاية من التاريخ، بدأت حياة الإنسان بالتجارة، والوظيفة يعني ظهرت يعني ظاهرة جديدة. كانت الناس حتى من بداية الإسلام كانت التجارة هي المنتشرة، لكن بعد أن تحولت التحولات الإنسانية وإلى آخره وصلنا لموضوع الوظيفة. يعني الوظيفة اليوم هي أهم من التجارة. لا يمكن لبلد يقوم إلا يعني بتنوع الوظائف والموظفين وقدرته البشرية وعقوله البشرية. نعم التجارة مهمة، وكل كل بلد لديه تجارته المهمة، ولكن لا يمكن أن أعتقد أن الوظيفة هي طريقك الأفضل والأمثل والأقوى للوصول للتجارة. نعم. من ناحية المهارات ومن ناحية الخبرات ومن ناحية أيضا بناء قيادات لقيادة التجارة. نعم واضح. أستاذ محمود أرحب فيك معنا مجددا. جملة واضحة يقولها الأستاذ بدر أنه الوظيفة أهم من التجارة، تتفق ولا تختلف؟ جميل. وش رأيك في الموضوع؟ جميل. أولا بالنسبة بشكل عام للتجارة كما ذكر الأستاذ الله يطلع فيها، التجارة طريق والوظيفة طريق، هم ما لهم دخل. أنا كاني رايح ماسك سيارة رايح جدة أو رايح الدمام، هذه بجهة وهذه بجهة، لا يتقاطعون أبدا. الشخص اللي وده أن ينطلق في التجارة أو اللي تجد عنده شغف التجارة مختلف تماما عن الشخص الذي تجد عنده شغف الوظيفة والانطلاق في الوظيفة. الوظيفة هي خلقت لبعض الناس والتجارة هي خلقت لبعض الناس. كنقطة أفضل وأفضل، هذا الشيء غير موجود في كل شيء في هذه الحياة. لا يوجد شيء في الحياة أبيض أو شيء أسود، ولكن في رمادي، في فضي، في ممكن تحصل وردي، تحصل أزرق إلى آخره من تفاصيل. ما في شيء أحسن من شيء، كل شيء له ميزاته وله سلبياته. هذه كنقطة رئيسية وأساسية. بس إذا تسمح لي، في طرح سابق انتشر لك كنت ترى فيه أنه الوظيفة تقيد. أنا ذكرت به الوظيفة هي حماية من الفقر مانع عن الغنى، وهذه مدحة للوظيفة، هذه مدحة للوظيفة. بس انت اجمالا ما انت مع فكرة انك تترك الوظيفة عشان تستثمر. احنا سلمك الله اللي يجونه يسوون عندنا متاجر الكترونية في الشركة لدي، ابدا اول شيء اشوف شخصيته، هل هو قادر ان يسوي متجر الكتروني او لا، لان مو باي احد يقدر يسوي متجر الكتروني. اشوف هل مع موارد الكاش، مع موارد العقلية، مع موارد الامور. انا ترى الجملة ذكرتها هي مدح للوظيفة. انا من اصدقائي رجال اعمال عندهم مو ملايين، تعدوا هالمرحلة اللي يتكلم بالملايين، خلاص صار عالي جدا، بيوم وليلة صار فقير، ولكن بسبب عقلية التجارية وأسميها عقلية الثراء، بيوم وليلة رجع أغنى مما كان عليه سابقا. هذه تحصل بشكل كبير في التجارة، هذا كده عقليته عقلية تجارية. النقطة مهمة جدا في أمور التجارة، أنا أعتقد أن التجارة لم تخلق للفقراء. ترى أكبر خطأ عندنا اللي هو الشخص اللي معاه ديون وعنده ديون. لا معليش ممكن تعيد الجملة؟ أنا أعتقد أن التجارة لم تخلق للفقراء،
لم تخلق لهم، لم تخلق للشخص اللي والله مديون فقط. التجارة خلقت لمن لديه شغف، لمن لديه لما يبحث عن النجاح. أغلب الناجحين أنا وأنا أولهم كمحمود، أنا ممكن يكون أنا أولهم أقول إني أنا لا أبحث عن المال، لا أنا أبحث عن النجاحات. بس إذا تسمح لي، يعني من وين جات مقارنة الشغف بالفقر أو الغنى؟ ما هو الشغف ممكن يكون عند الاثنين يعني. لا أنا أتكلم بالمعنى، هو بعض الناس لديهم ديون كثيرة فيقول أنا بدخل التجارة عشان أعوض هذه الديون، هذا أكبر خطأ. هو ما عنده شغف التجارة، هو عنده شيء أنا بعوض ديوني، فيتفاجأ بيدخل بالتجارة فيتفاجأ يخسر بها، وهذه ترى أمر نفسي جدا بسبب إنه هو داخليا دخل عشان الفلوس. التاجر اللي يدخل في التجارة وده أنه ينطلق يكون هدفه النجاحات، وهدفه أنه ينطلق مو هدف المال. اللي عذرا ليس هم المال، المال عنده هدف وليس هم. عند مين الشخص وده ينطلق في التجارة؟ المال يجب أن يكون لديه هدف وليس هم. المال أنا بوضح لك شيء بسيط، المال لو كان هم على قلبك ما راح تقدر تتخذه هم واقف هم. فالعنده مثلا ديون يدخل في التجارة اللي حلها الديون يكون مثل هم عنده وكذا وكذا ويخسر بسبب هذا الهم. ولكن اللي عنده المال هدف وعنده هو بيصل للنجاح، فهو يسعى 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 يسعى، المال بيحصلها بالطريق. هذا هو التجارة. التجارة ليست للمال، التجارة هو حب اني اسوي شيء ابحث عن النجاحات. طيب ايش رايك استاذ بدر، انت تتفق مع هذا الكلام ولا تشوف كلام الاخ محمود ممتاز جدا. هو رجل يعني عنده فكره في موضوع التجارة ويعني هو شاب مجتهد في مجاله ونجح. بس انا ما اقدر اخذ الان الاستاذ محمود انه لازم كل الناس تسوي زي ما سووا. الرجل عنده إمكانيات عنده قدرات، كل إنسان ميسر لما خلق له. يا سلام. هذا الأمر. الأمر الثاني، الوظيفة هي طريقك لبناء الخبرة، طريقك لبناء المال، طريقك لبناء الأسرة. اليوم كثير من الوزراء كانوا موظفين وبدأوا من الصفر. يمكن الفقر اللي ذكر الأستاذ محمود، الفقر تراه دافع كبير جدا للنجاح، وكثير من الناس بدأوا بسطاء. إذا رجعنا للتاريخ نجد أنه أنا درت شركات كبيرة في البلد، وأجد أنه أبناء التجار هذولي ليسوا شبه أبائهم، أبائهم بدأوا من الفقر والصفر وإلى آخره. لكني ما أقدر أقارن تجربة الابن بالأب، الابن يرجع لي تخيل هو مالك. فبالأخير الوظيفة هي طريقة العلاقات، طريقك للنجاح، طريقك لتحمل بناء قيادات. اليوم إذا أنت ما تقاد لن تقود، إذا أنت ما تعرف يعني مشاكل سوق العمل لا يمكن. أنا أقول أنا أعرف زملاء كانوا ناجحين تماما لسنوات طويلة في شركات كبيرة، قرر بيوم ليلة نتيجة بعض الطرح أنه التجارة فيها سهولة وخير وبشكل سريع. يعني هم كانوا ناجحين ممتازين ورواتبهم عالية جدا، يعني تتكلم على فوق 50,000، ذهب إلى التجارة بعد سنوات قليلة، يمكن ما تجاوز السنتين، عاد إلى العمل بمديونيات كبيرة جدا، وكاد بعضهم توقفت خدماته، بعضهم يعني كاد أن يدخل السجن وكذا. فالتجارة لها طريق، ليس يعني ليس كما يتكلم بعض التجار. هناك تجار بالصدفة، هناك تجار بالوراثة، هناك تجار بالمال، وهناك تجار بنوا نفسهم من الصفر، وهناك تجار ظروف. حقبة الملك فهد، حقبة الملك سلمان مختلفة، حقبة الملك فيصل مع الملك خالد مختلفة. كل حقبة لها رجال ومواقف معينة. اليوم أنت صحيح التقنية للأستاذ محمود من الشباب السعوديين نفتخر فيهم، لكنه عنده شركات وكذا، بدأ مع مجال التقنية وكان لأزمة كورونا كثير من سمعنا بتجار كثير. أنا سمعت بالصدفة تخيل واحد تاجر يتكلم يقول كنا نشتغل وبدون تصاريح، وما هل يعقل؟ وهو حين ملياردير حسب ما أفهم أنه أسمع أنه ملياردير، يقول كنا نشتغل بدون تصاريح وكنا نشتغل بالدس وكذا. هل هذا طرح أنا حرض الناس عليه؟ الوظيفة أمان للأسرة. لا، 80% من العالم يعملون، يعني الوزراء يعملون، الوكيل وزارة يعمل، الرئيس يعمل، كل يعني الوظيفة لها دور. فإحنا نحتاج الدكتور، نحتاج المهندس، نحتاج الموظفين بعد أن يحصل يعني قيمته وتحقيق قيمته من هذه الوظيفة، يذهب إلى التجارة بطريقة جيدة وبالطريقة الصحيحة. أما كما اليوم نسمع موضة رواد أعمال، نسمع موضة تجار، السجل يفتح 180 ثانية، هذا ممتاز، لكن مجرد أن ينزل السوق كم سجل يتسكر باليوم، كم سجل يتسكر بالشهر؟ نعم يفتح الألاف ولكن يتسكر بالألاف، وهذا ليس قياس نجاح. الأستاذ محمود ناجح، ما نقدر نقيس على كل السعوديين ترى هم محمود فنجان أو كل السعوديين
كثير هم مفرح وهم لا نجح في مجال وهناك مجال. هل الآن البقالات أبسط شيء قاعده تفشر بالعشرات من السعوديين؟ ليش؟ لأن هناك أمور مالية وهناك واقع سوق العمل وهناك لوبيات في سوق العمل وهناك أموال وأجارات وعقلية سوق العمل تختلف عن أنا قلت لك زملاء مدراء كبار وممتازين جدا وعلى تعليم عالي ذهبوا للتجارة ووقعوا في مشاكل كبيرة. نعم أستاذ محمود وين نقاط الاتفاق مع الأستاذ بدر ونقاط الاختلاف؟ ما شاء الله عليه ما قصر فوفى كل شيء كل ما ذكره جميل وأنا أرجع أقول لا يعني أنت تتفق مع كل اللي قال. نعم كلامه جميل وبالعكس أنا كمحمود أنا كما ذكر أنا أملك شركة سلمك أنا تحتي موظفين كثيرين وهم جزء مني جزء لا يتجزأ مني وأنا ممكن أقول عن نفسي ولا شيء بدونهم شيء أساسي. هذا خلق الوظيفة هذا خلق للتجارة نساعد بعض نتعاون مع بعض. أنا كمحمود أنا يمكن أنا شخصيتي لو حللتها بتحصل مثلا شخصية تسمى قائد أنا أحب أني أقود يجي شخص لا هو يحب أنه هو اللي يسوق السيارة يحب أنه هو اللي يعمل الشيء الفلاني هو كل شخص له طريقة له شخصية يعمل على أساسه وينطلق على أساسه ويترى المعلومية الوراثة ليس الدليل أن أنا والله وارث أنا تاجر أو أنا غني ترى نسبة 85% من المليونيرية والمليارديرية في هذا العالم بنوا ثروتهم من الصفر 15% فقط الوارثين وهذا بسبب شيء اسمه عقلية. أنا كمحمود لما أبحث عن صديق أو أبحث عن شريك لي أبدا ما أهتم بفلوسه نهائيا ولا أشوف كم معه فلوس ولكن أبحث عن عقليته هل فعلا عقليته عقلية ثرية؟ إيش الفرق بين العقلية الثرية وبين الشخص الغني؟ الغني هو شخص لديه ماله فقط لغير بس عنده فلوس ممكن يخسرها بيوم وليلة وخلاص خلصنا. أما الثري هو عقليته عقلية ثرية لو تحطها في الصحراء بيجيب لك فلوس لو يخسر كل فلوسه بيرجع بنفسه من صفر. هذه العقلية هي أفضل عقلية للدخول في التجارة تعتبر أو من العقليات جدا جميلة لو دخل التجارة. نعم طيب ممكن ينجح بها. كلام أستاذ محمود ممتاز جدا. أستخلص نقطة مهمة هو قال عقلية ثرية أنا كيف يصير عندي عقلية ثرية بإدارة البشر وإدارة المال إذا هو ما توظف ومشى في الوظيفة وأداره ناس وأدار ناس أدار الراتب وأدير من الراتب بالأقساط وغيره وغيره. فإذا العقلية الثرية تحتاج لها يعني سكة طويلة حتى تصبح لهذا الثراء. نعم قد يكون هناك ناس يعني متميزين عقليا نعم لكن أنا ما أقدر أقيس بنجاح مثلا 10 من 1000 أنا ما أقدر أقيس. طيب يعني أنت اليوم تشوف أستاذ بدر أنه الوظيفة هي الأساس حتى في حال لو كان عندك ملاءة مالية للتجارة الوظيفة الأساس أنت تشوف كده ما في شك. حتى التجار لا يمكن يعني أنا قلت لك عملت التجار عمل من الصفر هذول نجاحاتهم يستمر. النجاح الوهمي أو النجاح بطريق الصدف هذا لا يعول عليه. طيب هذا يعني وصحح لي إذا أنا مخطئ أنت تختلف مع مقولة الأستاذ محمود اللي يقول لا أنه في ناس خلقوا للوظيفة وناس خلقوا للتجارة يعني ما لهم في الوظيفة. يمكن هو يقصد الإنسان خلق يعني خلق للعمل مثلا لكن هو بالمعنى اللي شرحه الأستاذ محمود أنه هذا تاجر هذا هم كلهم موظفين ولكن هناك لا هو ما شرح كذا. نعم. تفضل صحيح. وضح. لا صحيح كلامه جميل كلامه جميل صحيح. نعم. ترى الحين انا كمحمود انت لما تقول خليني اتكلم عن نفسي في التجاره انا عن نفسي ما توظفت لا كبدايه إذا سمحت ولكن لي استاذ محمود اذا سمحت لي جميل. انت قلت انه الوظيفه طريق كانك رايح جده صحيح. والتجاره طريق كانك رايح الرياض طريقين منفصلين وانه في ناس خلق للوظيفه وناس خلق للتجاره. اليوم الاستاذ بدر يقول انه لا حتى الناس اللي مهيئين للتجاره اصلا الوظيفه اساس. جميل حلو هو ربما مقصد سلمك الله هو بدل كلمه جميله بدل الوظيفه خلينا نسميها عمل لان انا كمحمود يوم دخلت في التجاره انا اكيد كما ذكر الاستاذ انا تعلمت من شخص اعلى مني واكبر مني سنا واعلى مني خبره ولديه شركات سابقه ولكن لم اعمل عندك كموظف عملت معك كشريك فانطلقت في العمل. فهو مقصد الاستاذ انت يجب ان تعمل حتى تدخل بالتجاره اول هذا شيء طبيعي مو مشان ان توظف كوظيفه يعني عشان ابدا ولكن لازم اعمل فعلا وهي تعتبر وظيفه ممكن تسميها وظيفه هي عمل. كلامه ممتاز هو مباشره استاذ بدر هذا قصدك لا لا لا, لا 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 مش هذا القصد 100% لكنه هو لمس الحقيقة أنه يجب أن تعمل سواء بالاحتكاك أو العمل المباشر أو والدك نقل لك الخبرة. أنا أعمل بشركات أبناء تجار كبار يملك مليارات أو مئات الملايين يرسل ابنه للعمل. إذن هؤلاء الناس لما بدأوا بالصفر كانوا يعملون حتى التاجر بالمناسبة يعمل. أنا أسمع ناس يقول لك مثلا والله تسعى عشار الرزق بالتجارة. أنا أقول له هذا حديث وصحيح الكلام ذا بس ترى بالمناسبة اللي تتعبه في التجارة حتى 1000 مرة مقابل العمل لكنه ليس 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 معناته أنك حتنجح. النقطة مهمة إنه التجارة صح فيها مردود مالي لكنه من ينجح هو سباق
عشرات الأشخاص يتسابقون ينجحون 4-5 ما أقدر أقيس عليهم اللي هم بدأوا من الصفر. أما لاحظ النجاحات الكبيرة تبدأ من وين؟ من شخص بدأ يعني حياته يمكن بسيط واجتهد وهناك بنى ثراءه من شركات، ونرى اليوم بسطاء بدأوا اليوم يقودون أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم وإلى آخره. نعم أستاذ محمود، قبل شوي كنت بتستشهد بتجربتك، نفس كلام عمل كنت بتستشهد بتجربتك، بس إحنا حبينا نكمل المحور، الوقت لك، تفضل. ايش النقاط اللي تبغى تعلق عليها؟ بالعكس، شوف كلام جميل، بس انا ارجع اقول هي 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 كل شيء في الحياه عباره عن عمل. ترى الرجل الاعمال احيانا وهو لدي شركه ترى يحط لنفسه راتب ويصرف على اساس هذا الراتب، هو ارباحه من الشركه تسمى توزيع ارباح، وهذا اللي يصير بالشركات القانونيه، يتم توزيع ارباح سنوي. اما الرئيس التنفيذي للشركه او المدير العام للشركه، طول ما هو بشغل بالشركه هو عباره عن موظف، ولكن هو مدير نفسه، هو قائد نفسه، وهو يقود فريقه. وفي قسم اخر يكون متوازي مع الشركه، انا ممكن اكون مالك للشركه بنسبه 100%، ولكن هناك شخص موظف اعلى مني بالشركه يتخذ القرارات الكبيره والاساسيه والضخمه ويمشي بها، فهو عباره هذا عمل وهذا عمل. وفعلا ما في شخص يبدا في التجاره الا عامل سابقا، ولكن هل شرط ان عمل موظف؟ لا، مو شرط عمل موظف، ممكن عمل تجربه بسيطه هو من الصفر بمعنى فعلا بدون راس مال، بسوى له شيء تجربه، ليس هدف منها ينجح، هدف فيها يجرب يعمل على اساس انطلق. ما في شخص ناجح في التجاره الا بدا بعمل بسيط جدا وحصل خسر هالعمل وعمل ثاني وثالث ورابع. لما تجربتك مع العمل قبل التجاره الى اي مدى فرقت معك؟ طبيعي هو تسمى تجاره تقريبا، بس هي يعني انواع العمل. انا دخلت على خلينا نسميها، تبغى تقول اسست مشروع، خلينا نسميها اسست مشروع وفشل، رجعت اسست مشروع ثاني وفشل، مشروع ثالث وفشل، وشركائي في هذا المشاريع هم ناس اخبر مني، تعلمت منهم، استفدت منهم، انا هم خلينا نقول جزء من اسباب نجاحي، فهذا طبيعي، هذا هو العمل. وبعض الناس كما ذكر الاستاذ يتوظفون لاخذ الخبره، ولكن مو بشرط، هو ليس طريق وحيد، كما ذكر ما في شيء اسمه ابيض واسود، اتوظف او ما اتوظف، لا، احيانا اسوي كذا اسوي كذا، هي مليئة طرق لتصل إلى التجارة. طيب إذا سمحت لي قبل ما أطلع فاصل أباخذ منك إجابة مباشرة ومن الأستاذ بدر إجابة مباشرة. لو جاء واحد اليوم واستشارك وقال لك أنه أنا معروض علي وظيفة رسمية معينة، تمام، وعندي فكرة محوش مبلغ أبدخل في استثمار وتجارة، إيش أختار من الثنتين؟ إيش تقول له؟ أجلس معاه جلسة إرشادية مجانية هدية له، وأشوف خلال نصف ساعة أقرأ عقليته وأفكاره وشخصيته، على أساسها أوجهها للطريق السليم والصحيح. أستاذ بدر، ما في شك لن أنصحه بترك العمل حتى أعرف ظروفه، زي ما قال أستاذ محمود، أعرف التزاماته المادية، أعرف عقليته، أعرف إمكانياته، أعرف كل التزاماته اللي ممكن حيواجه بسوق العمل، وبعد ذلك أنصحه بالعمل الحر وليس التجارة مباشرة، حتى لا يضحي يعني بالمستمر للشيء اللي يتوقع أنه يعني حيكون أكبر. أنصحه بيزيد دخله بطرق العمل المرن، العمل الجزئي، العمل الحر، يزيد مهاراته حتى ينتقل المرحلة هذه. هذه مرحلة الانتقال، هذا مرحلة التجارة. لا يغرك أسماء كلمة تاجر أو كلمة رياد أعمال، بل هم ممكن حتى رواتبهم أو وضعهم لا يتجاوز 5000 بالشهر، فهذا لا يعني أنه هو تاجر أو رياد أعمال. المصطلحات الكبيرة لا 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 تسمن ولا تغني من الجوع. الشباب يعني يجب صقلهم بالوظائف بعد ذلك الذهاب للتجارة. نعم جميل. طيب أستاذ محمود، برأيك وش السر والسبب اليوم في هذه الدعوات المتلاحقة اللي نشوفها اليوم في مواقع التواصل، في بعض البودكاستات، في التغريدات، في السنابات، في التيك توك، اللي تصف الوظيفة بالعبودية وتدعو الناس إلى تركها والاتجاه للاستثمار لأنه جالس يفرط في ثروة موجودة قدامه؟ ليش جالسة تنتشر كذا؟ جميل. طبعا أجوبة كثيرة، ولكن بقول لك جواب من الأجوبة، مو بشرط كلام نوصلك هو كلام وصلك بالكامل. يعني أنا مثلا كمحمود في أول بودكاستي، اللي يسمع بالكامل كان يجيني ويشكرني ويسألني أسئلة كثيرة، ولكن اللي يسمع أجزاء منه كان يجي ويفهم شيء خاطئ. فترى احيانا بعض الكلام الشخص امامك لم يكمله بالكامل، لو كمله بالكامل فعرفت انه شيء ممكن هو قال هالجمله نقلا عن واحد جالس ينتقدها او جالس يقول عليها ملاحظه، ولكن الناس قصوها واخذوها. فهذا احد الاجوبه اللي ممكن اجاوبك اياها. لا اجمالا، ليش هذه الدعوات تنتشر بغض النظر عن القص؟ في ناس فعلا يدعون الى هذا، نادرين جدا جدا جدا، اغلبهم هم عباره عن قص، قالوا هالجمله بحيث انه يعلقوا عليها كملاحظه، ولكن الناس قصوها وقالوا شوفوا فلان فلان يقول هذه الجمله. يعني انت تشوف انه ما في المشهد اي احد يدعو الى نادرا جدا، وتحصل ما هو فاهم جدا السوق. لو تسال كبار التجار اللي فعلا لهم اسمهم وفاهمين، يقول لك كما ذكرت، يقول لك هذا لهم اشخاص وهذا لهم اشخاص، وهذول مهمين في المجتمع وهذول مهمين في المجتمع. لو انقطعوا الاثنين عن المجتمع، المجتمع خرب. لو انقطع واحد مع المجتمع، المجتمع خرب. هذا مكمل لهذا وهذا مكمل ايضا لهذا.
طيب ايش رايك انت استاذ بدر؟ كلام استاذ محمود ممتاز جدا، وهو الان يعني يصحح الفكره انه احيانا بعد ياخذون بعض المقاطع وكذا ويسووا لها شيء. شوف مساله العبيد العمل، انا اسمع مصطلحات وللاسف سمعتها ببعض المواقع، الوظيفه عبوديه، اذا انت ما تحقق اهدافك انت تحقق اهداف الغير. هذا كلام مو صحيح، هذا كلام اصلا العبوديه تعني انه العمل مقابل الغذاء او العمل مقابل الاكل او المعيش او المكان، لكن اليوم الوظيفه مقابل أداء ومقابل نتائج ومقابل فكر وتطوير وإلى آخره. أي أحد يطرح هذا الطرح، أنا قلت لك لا أتحدث عن تجار الصدفة، الآن في جزء من سناب شات مشاهير يتكلمون عن أنهم أصبحوا تجار، هو أصلا تجارته جاية من 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 من, من عفوا اللفظ تهريج السناب وبعد ذلك أصبح تاجر. هل أنا أخذ هذا كمسيرة صحيحة؟ لا، أنا أخذ مسيرة التجار اللي بدأوا صح وصرفوا سنوات طويلة جدا، وهم اللي يعطوني زي يعني النصيحة الجيدة والإمكانيات الجيدة والبداية الصحيحة. في ناس نجحوا صدفة وهذا أنا ما أقدر أبني عليه، أو مثلا أستاذ محمود مثلا أو كثير من الشباب اللي نجحوا في مجالات معينة، هذول الناس متميزين عندهم إمكانيات، نصح من والده أو من مقربين له وذهب إلى هذا المجال. كثير من التطبيقات اللي يشتغلون فيها الآن أغلقت، هل ناس دخلت مديونية، ناس دخلت بأشياء كثيرة. الوظيفة ليست عبودية، ومن يقول هذا الكلام هو لا يفرق بين العبودية والعمل. العبودية كانت لوقت قديم وكانت لموقف محدد وكانت لظروف محددة، أما الوظيفة بنت الدول وبنت الحضارات بالوظائف والأعمال المتنوعة. نعم. إذا تسمح لي يسمح لي أستاذ محمود أخذ فاصل ونكمل حوارنا. بعد الفاصل مكملين، ولكن قبل الفاصل مما تحاورنا فيه يتفق الضيفان على أهمية الوظيفة، وأن الدعوات إلى ترك الوظيفة من أجل الثراء والاستثمار والتجارة هو فخ خطر قد يوقع صاحبه في المهالك. بعد الفاصل مكملين. حياكم الله مجددا في هلا، ضيوف في مستشار الموارد البشرية الأستاذ بدر العنزي ورائد الأعمال والمهتم بالتجارة الإلكترونية الأستاذ محمود فجال. أستاذ محمود أرحب فيك معنا مجددا. اليوم إذا نبغى نرسم خارطة للشباب المقبلين على العمل، تمام، العمل بنوعه إما وظيفة أو تجارة واستثمار، تمام، إيش النصيحة الذهبية اللي لازم توصلهم؟ جميل. أولا ابحث عن شخصيتك، ما هي شخصيتك؟ بعض الناس كمان شخصيتهم قائد، بعض الناس شخصيتهم هو عبارة عن محاور يحب أنه يجلس ويتكلم إلى آخر من التفاصيل. ابحث عن ما تحبه. أحد الأمراء الله يطول بعمره ويحفظه ذكر قال لما تصحى من النوم اذهب للوظيفة وأنت مبسوط. الوظيفة اللي ما تذهب لها وأنت مبسوط لا تروح لها، هذا عمل، هذا إن كان وظيفة إن كان بزنس إن كان تجارة. ابحث عن الشيء اللي أنت تحبه اللي أنت تستمتع به. أنا مثال أقول للآباء، مثال اللي يقول لابنه أدخل في الطب أدخل في الهندسة وهو ما يحب ذا الشيء، أقول لا تجبره على شيء معين، خله يدخل لو اللي يحبه. لو دخل في الطب وهو ما يحب الطب ما راح يبدع ويصير عالم كبير، ولكن ممكن يدخل في وظيفة بتخص ما بقول اسم أي شيء، لكن يدخل بشيء بسيط ويسوي له إنجاز عظيم. هذا الشيء يصلح في التجارة ويصلح في وظيفة. بعض الموظفين ما شاء الله يدخل موظفين رواتبهم بعضهم تصل لمئات آلاف وهو خبراته سنوات بسيطة، يعني 7-8 سنوات، راتبه 100-120-150، يعرف كيف يدير شركات ويعرف كيف ينطلق. وبعض ايضا تجار ما شاء الله تبارك الله يربحهم بالشهر عشرات الملايين، يعرف من تؤكل الكتف ويسوي كذا ويطلق بمشروع ويجيب المشاهير وينطلق بحمامات الممولة، وهذا هذا شغف. ابحث بس يعني انت ايش تتكلم عن فئات معينه ومحدوده، يعني ابحث عن شيء انت تحبه. كل شخص يحب شيء، ما هو الشيء اللي تحبه؟ من ثم عن طريقه اللي تقدر ان تنطلق من خلالها. انتبه ان تاخذ قرض للانطلاق في التجاره. اللي يقول لك القرض هي اساس التجاره هذا شيء سيء وخاطئ جدا جدا جدا. القرض وجد، أنا الجهات الداعمة للقروض الله يعطيها العافية وجهود مشكورة، هذه أنا أعتقد استفادة منها تجي عن طريق تطوير العمل وليس بناء عمل مصر. أنا عندي مشروع مثال قيمة الآن السوقية مثال 10 مليون ريال ويدخل لي خلنا نقول سنويا أرباح 3 مليون ريال. أنا عارف لو جبت لي 5 مليون زيادة ودخلت فيه أنا عارف الأرباح بتتدبل 3-4 مرات، فأروح أخذ قرض لتطوير مشروعي، لكن لا أخذ قرض لبناء مشروع من الصفر وأنا ما عندي خبرة. هذه مصيبة. طيب والله أنا ودي أناقشك في النقطة هذه. جميل جميل. بما أنك صاحب تجربة اليوم، طيب إذا أحد عنده فكرة جيدة عن التجارة، عنده ثقافة ومعرفة في الموضوع بس
بس ما عنده رأس المال، وين المشكلة أنه يأخذ دعم ولا تمويل عشان يبدأ مشروعه؟ جميل، هذه الكلمة كنت معزوم عند الشاعر زياد بن نحيت، وكان أمامي الدكتور طارق الحبيب وصورني وسألني هذا السؤال. بما معنى ذكرت لهم أن التجارة عبارة عن برج مكون من مئات الطوابق. خلنا نذكر من طابق واحد لطابق 60، يمكن من طابق واحد لطابق 13 هذه لبنائها أنت بحاجة لتبدأ من الصفر، فعلا من الصفر بدون مال. لو أبوك مع فلوس كثيرة لا تأخذ منه، ابدأ من الصفر، لأن المال هو المرتبة رقم 13 أو 14، خلينا نقول طابق رقم 13 أو 14. إذا بديت وأنت معك مال أنت بديت طابق 14، بمعنى أنت طول ما أنك ماشي وتبني الأساس لم يبنى صح، فإلا ما ينهد عليك يوم الأيام بسبب عدم معرفتك لطريقة الصفر. كيف تبدأ؟ مال هذا الأساس، مال هذا كيف أنك تجيب مال من الصفر. إحنا ذكرنا عقلية الثري، لما تحطه بالصحراء يعرف كيف يطلع فلوس، ليه؟ لأنه هو سابقا طلع فلوس من الصفر. فهذه عبارة بس هذا تنظير، أنا أبغى شيء قدامي. كيف تسويها؟ أنت تقول من واحد لثلاثة عشر، هذه كيف تسويها؟ تروح تعمل، تروح لك عند، ممكن أنك تسوي لك شركة من الصفر مع شريك من الشركات، تقول أنا مني جهد وأنت منك كذا ومنك كذا، يعني أنا عندي منتج هذا عنده تسويق، نتعاون سويا بدون ما ندفع فلوس سويا وننطلق نتعلم. هذه عمل، هذه من طابق 1 ل 13. انت اذا هالمشروع طلعت من 10000 ريال بس، 10000 ولا شيء، 10000 ريال انت هنا بنيت طابق، وها طابق تبدا كذا كذا، من ثم هال 10000 تاخذها لبناء مشروعك. اذا انت ال1000 الاولى طلعتها حولتها ل2000، وال2000 حولتها ل4، وال4 حولتها ل8، ومشت هذه الشاكله. بس هل الامور بالسهوله هذه؟ لا ابدا، ما في شيء سهل. لو الدنيا سهله كان الكل نجح يا شيخ، ما في شيء بالحياه سهل. ما شوف، لا في شيء بالحياه سهل ولا في شيء بالحياه مضمون. انا مرات يعني قال لي شخص، كنا جالسين نتحاور في فكره مشروع، فقال لي هل مضمون؟ قلت له انا كنت جالس في مكتبي، وكانت الساعه 4:30، انا كنت عندي اجتماع خارجي فبطلع منه. قلت الان بسكر اللابتوب منك وبقفله، لو اطلع بالسياره انا اسوق سياره يمكن اسوي حادثه واموت. انا حياتي ما هي مضمونه، تبي اضمن لك تجارتك؟ لا يوجد بالحياه شيء مضمون ولا يوجد بالحياه شيء سهل، كل شيء صعب، ولكن كل شيء ليس مستحيل، كل شيء قادر انك تنطلق فيه، ولكن تحتاج شخص اللي يساعدك فيه. فانت اختار، يا انت تحب الوظيفه وتحب تعمل بشيء معين، يا يعني تحب التجاره وتنطلق بها. وكما ذكرنا التجاره ليست للفقراء اللي عليهم ديون وهدفهم فقط ان انا اغطي ديني، هذه ابدا ما لك التجاره. التجاره هي الاشخاص الشغوفين اللي يبحثون عن النجاحات. الان الشيخ يزيد الراجحي العزيز يقول انا ابحث عن النجاحات لا ابحث عن مال، وهذه انا يوم سمعت الكلمه حسيت فعلا نفس كلامي اللي في قلبي. الشخص اللي يدخل في التجاره وينطر كذا هو انسان يبحث عن النجاحات، يعني عن مال. يعني اذا انا فهمت صحيح لي، بعيدا عن فكره التصنيف فقير ولا ثري، بعيدا عن الفكره، انت تقول اجمالا الشخص المحتاج الى مبلغ او سداد دين التجاره ما هي حل، صح؟ هي ليست حل الجميع، اكيد ما حلها يعني. طيب، شوف بعضهم نعم، ولكن اغلبهم هم يدخلون ما يحبون التجاره ولا يعرفون شيء بالتجاره، بس يدخلون عشان يسددون دينهم. هذا خطا كبير، هذا هو سبب فشل 90% من المشاريع واكثر. طيب ايش رايك استاذ بدر في هذا الحديث؟ شوف كلام استاذ محمود فيه ثلاث جزئيات. الجزئيه الاولى انه انا ما عندي شيء، هذا علشان ابدا بالتجاره، انا عندي رغبه بالتجاره بس انا ما عندي شيء. هو ذكر انه يذهب للعمل وجلب ويعني ويعني ادخار مال معين، وبعد ذلك تحويل ال2000 الى 4 وال4 الى 8 والى اخره. هذه نقطه مهمه، اذا العمل هو نقطه الرأي، نقطه الانطلاق. النقطه الثانيه ذكرها الاستاذ محمود، الفكره. في ناس عنده مال لكن ما عنده فكر، يعني يبحث عن الفكره فيقول لك انا اشتري الفكره هذه واشاركك فيها ونتشارك بالتنفيذ. فهنا هنا هنا بيع الفكره او بيع الفكره الرياديه اللي هي مثلا عندنا مشكله، مثلا الزحمه، جاب لي شخص مثلا فكره تطبيق، هو ما عنده مال، هو موظف تقني او مهندس كمبيوتر، وجاب لي فكره وقال لي انا ممكن اسوي هالتطبيق هذا، انا اشتري الفكره. هذا مش تاجر، هذا رجل عنده فكر عالي، ورجل يسمونه يعني خلاق، وعنده يعني كرياتيف، اللي هم يخلقون الافكار، وكذلك من الازمات يطلع لك فكره، وزي ما قال لك لو كان في البر حيطلع لك فكره. والامر هنا يختلف من شخص لشخص اخر. ايضا التجار، اذهب لكل التجار، وهو ذكر يعني مثل عن الاستاذ يزيد او الشيخ يزيد. يزيد الراجحي تراه ما هو جاي بنتيجة الدعاء، لا لا، هذا جاي نتيجة خبرات سنوات طويلة. والده الشيخ محمد رحمة الله عليه، عمامه بعضهم رحمة الله عليه، بعضهم الله يطول بعمره وشافيه، هذولي أسرة يعني بدأوا بالتجارة. ترى بالمناسبة يعني يزيد أنا أعرف العائلة يعني نوعا ما بشكل علاقتي جيدة فيهم، يعني الرجل بدأ حياته بأعمال كثيرة ونجح كثير، يمكن أخطأ كثير، وهو ذكر
ذكر في بعض اللقاءات أنه بدأ في مواقف وكان عنده ضغوطات هنا وكذا، يمكنه ما نجح يقول دراسية مثلا، لكنه نجح بتجارب. طيب. فأبناء التجار إيه؟ لا تعتقد أنهم ما يدرسون ويعلمون التجارة، إذن هذا علم نوع من أنواع أيضا. حتى لما يقول لك العمل الحر، فتجد أنه والده رحمة الله عليه أو عمامه أو أصدقائه الخاصين مع الوالد صقلوا فكرة التجارة في رأسه وأعطوه الطرق. طيب. وإلى آخر. أنا بسألك عن نقطتين ذكرها الأستاذ محمود وأخذ رأيك فيها. النقطة الأولى كان يقول أنه إذا أنت مثلا مديون أو محتاج إلى مال ودخلت في التجارة بس علشان تسد هذا الاحتياج لن تنجح. التاريخ يقول أنه في كثير أشخاص كانوا محتاجين وكان وضعهم غير جيد وانتقلوا، يعني هم كانوا ما يحبوا التجارة بس دخلوا بس عشان يسددوا دينهم، ما يحبوا التجارة. الكلام اللي قال أستاذ محمود كلام، يعني أنت إذا كنت زي ما يقولون ورطة لا تلقي نفسك التهلكة. يا سلام. كلام ممتاز. طيب. بس أنا بقول لك شيء أيضا، أنت ذكرت نقطة مهمة، كثير من الناس نتيجة الفقر والمديونية أخذ قروض وذهب إلى ضاعف مجهوده وذهب إلى طرق ممتازة لأن اكتسب الخبرة واكتسب صرف المال الخاطئ وصحح الكوركشن أبروتش، صحح نهجة في القرض ونجح نجاحات باهرة. إذن يعني يعتمد من حالة إلى حالة. هذا الشخص اللي حول قرض إلى نجاح، من مديونية إلى نجاح، هذا مر في مراحل العمل وخسائر كثيرة. وأيضا الشخص اللي قلت أنت ليس لديه الخبرة الكافية والتجارب الكافية وأخذ قرض وسقط، إذا لم 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 تتكون عملية، هي مثل نظرية الحمل، 9 أشهر أقل في مشكلة أكثر في مشكلة. فالإنسان لازم يأخذ تجربته في الحياة حتى يصل لنجاحاته. النقطة الثانية اللي بأخذ رأيك فيها فيما ذكر أستاذ محمود أنه يقول أنه لا تبدأ بقرض، بينما اليوم أفكار التمويل الموجودة جالسة تساعد شباب كثير. أنا هذه ما هي وجهة نظري، هذه قراءة للمشهد وباخذ رأيك، لأن ممتاز بس كل الآراء محترم ومقدر. أنت وش رأيك؟ مع ولا ضد؟ كلام سمحود يقدر كله، لكن بقول لك شيء. أرجع لك بس بسنوات قريبة بسيطة. اللي يعطوا قروض هذولي، ارجع لصندوق المئوية والصناديق اللي ظهرت هذه، وين الشباب ذولي؟ كم واحد فيهم موقف خدماته؟ كم واحد فيهم قد دخل السجن؟ كم واحد فيهم طلق زوجته؟ كم واحد فيهم تشردت أسرته بسبب هذه المغامرات الغير محسوبة؟ ممكن كان عنده 4-5 آلاف جيدة راتب وماشي حياته، وممكن يصل إلى 30-40 آلاف بالمستقبل، لكنه غامر هذه المغامرة نتيجة تسويق خاطئ من بعض الأسماء، إنه اذهب ونفتح لك كذا. وتعرف في قصص أنا أعرفها تماما ومكتوبة ونشر عنها في أشياء، شباب كثير أخذ قروض نتيجة هذه الأشياء، وبعد ذلك يعني حتى بيته راح، يمكن أسرته تشردت. أنا ما أتكلم عن شخص عمره 20 سنة يقوم بتجارب خاطئة وبعدين صحح، لكن في أشخاص عمره 27-30 سنة يقوم بتجارب مثل هذه غير مدروسة، لكن كلامه صحيح، لكن طيب حسب الحالة. طيب اسمحوا لي بنقطة معينة. أنا بصراحة إلى الآن ماني مقتنع فيها. يعني أنتوا الآن تقريبا تتفقون على أنه موضوع التمويل اللي جالس يصير للمشروعات، وإنك تبدأ بتمويل لأنه ما عندك رأس مال ما ينجح المشروع. طيب الواقع نشوف إحنا، يعني في ناس نجحوا في مشروعات الريفية، وناس نجحوا في مشروعات سينمائية، وناس نجحوا في مشروع منشآت صغيرة ومنشآت متوسطة، كلها بالتمويل اللي أخذوه بينما هم ما كان عندهم رأس مال. يا سلام عليك. كيف تفسرونها؟ طيب موجودين وبكثرة، أنا ما أتكلم عن واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. سنفر. ارجع لكلامي قبل دقائق بسيطة. قلت لك في فكرة وما في مال. إذن الآن لو تكون فكرة عندي ممتازة، طيب، ريادية، فكرة جيدة، زي ما الآن مستر محمود ناجح، ليش؟ لأن فكرته كان في عنده أشياء في ريادية، بيحتاج المال. أنت لما يكون عندك فكرة خلاقة وفكرة ريادية أو مبتكرة حتنجح بالمال، لكن فكرتك حتقلد فلان زي البقالات زي يعني أنت الحين رجعت أنك مع التمويل. أنا مع التمويل بالأفكار الريادية والابتكارات. طيب إيش رأيك؟ هو يصر على فكرة أنه الفكر يسبق المال، وبرجع للتمويل. التمويل أنا أعتقد قد هو جميل لنمو المشاريع وليس لبدء المشاريع من الصفر. لا تبدأ من الصفر بمبلغ أنت مدينه وله لك، ابدأ من الصفر من الصفر. بس انت استاذ محمود اذا تسمح لي، انت يوم تقول مدينه انت محسسني انه راح طق على احد الباب وقال له عطني 100 ألف. لا، هو في صندوق تمويل بخيارات مرنه جدا. انا عندي الفكر، عندي التجربه، عندي الشغف، عندي كل حاجه، بس انا ما عندي راس المال هذا اللي ابدا فيه. جلست وخضعت لدورات تدريبيه واخذت استشارات وكل شيء، جاء احد الصناديق المموله وقال لي تفضل هذا يمول مشروعك، وتنجح اذا نجحت في مشروعك سدد قرضك منه. انت ضد هذه الفكره؟ هذه
ولا ايش؟ هذه دق الباب وطلب فلوس، هذه طريقه انا لا انصح بها لبدء من الصفر، هذه طريقه انصح بها لنجاح لتنميه مشروعك. طب في نقطه اخرى جميله جدا، بعض الصناديق هي ما ادري هي صناديق او بعضها تكون عباره عن شركات مؤسسات، ومنها مؤسسه سمو سيدنا الملك سلمان الله يحفظه يا رب، عندها مؤسسه مسك، مؤسسه مسك تدعم الشباب، اذا عندك فكره رياديه تعال لنا ويعطوك والله مبلغ والله غير مسترد، خلاص خذها وانطلق فيه، لو خسرته عادي، بس هم اصلا يدعموك حتى بالافكار بالاستشارات وورش العمل وناس خبراء وكيف يساعدوك ويعلموك. طيب هذا اللي نقوله، هذا سلمك الله، هذا ليس تمويل، هذا دعم، هذا الدعم دعم بدون غير مسترد، هذا شيء جميل جدا. احتضان العمل وتسريع الاعمال بفكره رياديه ومبتكره ينجح. طيب يا جماعه بس اسمحوا لي وتحملوني شوي. اليوم انت تقول انه لا تبدا مشروعك بتمويل، تمام، والتمويل هذا جاي عشان يساعدك، تمام تمام. طيب انت من وين تجيب التمويل؟ من وين تجيب راس المال اذا انت عندك الخبره الفكره عفوا وعندك الاستعداد واخذت الدورات واخذت الاستشارات وتهيأت جدا انه ينطلق مشروعك، لكن انت ما عندك راس المال، جاء الصندوق الفلاني وقال لك خذ انا امول مشروعك بهذا المبلغ، تمويل مرن جدا، وانت حترجعه لي على دفعات وكذا ومن ارباحك. جميل. وين المشكله في الموضوع؟ جميل سلمك. ليش الحكم بفشل هذا المشروع؟ جميل. الواقع يقول انه في اذا كانت المعايير المعايير اللي ذكرتها خبره وامكانيات وفكره وشيء مبتكر، انا اقول لك الصندوق هذا حيدعمك مثلا في استشارات وتسريع الاعمال واحتضانك، تنجح 100%. انا اقول لك على شيء. نعم. اليوم روح المنشآت مثلا كذا، خلونا نقولها بالاسماء. نعم. روح المنشآت قبل ما يعطيك التمويل هو يجلس ويسمع مشروعك وفكرتك ويجلسك مع خبير وياخذ يرسم لك خطه كامله ويناقشك في التفاصيل وتدخل دورات، بمعنى انه انت ما اخذت هذا المبلغ الا بعد ما تهيأت بالكامل انك تبدا مشروعك. النقطة مهمة، شوف انت ذكرت شيء جميل جدا، قلت هذا الشخص عنده خبرة وعنده منتج وعنده فكرة وعنده ذكرت عنده كل شيء الا ما عنده المال، صح؟ طبعا. مثل هذا الشخص عنده كل شيء، هو قادر على بناء شيء من الصفر. انا كمحمود انا مستعد الان شيلني من كل شيء ارجع ابني لك متجر الكتروني بدون راس مال واخلي لك يصل المليون باقل من سنه. انا كمحمود ليه؟ عندي خبره وعندي المعرفه وعندي اعرف كيف اسوق واعرف كيف الموردين اجيبهم واعرف كذا بدون فلوس، ما احتاج فلوس. الشخص اللي عنده كل هالاشياء غير المال هو قادر على جلب المال، ولكن الاشخاص اللي ما عنده هذه لا ياخذ قرض، يروح لبعض هذه الجهات الداعمه لان تدعمها فعلا وتعلمها. ترى المنشات من 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 المنشات من المنشات الجميله جدا ما شاء الله تبارك الله، وانا اتشرف اني مدرب بها في عدد كبير عشرات الدورات التدريبيه في التجاره الالكترونيه. يعطون المحتوى احيانا الخاص بالتدريب محتوى فعلا دقيق ومميز، يعلم الناس على التجاره ينطلق بها، حتى المحتوى احيانا بعضهم يشرح من الصفر كيف تبدا من الصفر، وهذا الطريقه السليمه والصحيحه. التمويل هو احيانا لنمو مشروعك. طيب ترى مو بس منشآت، كل الصناديق اللي جالسه تدعم اليوم او معظمها هدفها نمو، اغلبها نمو. تعال تعال انميك. لا لا ما انت هي عندك كلها الخبرة. لا ما انت هي عندك كلها الخبرة. لا لا, لا ما هي كلها، ما في احد يعطي يعني ما هو كل الناس جو عندهم مشروعات جاهزه واخذوا تمويل عشان يطورونها. في ناس جو استعدوا لبدايه مشروعهم، اخذوا ما يكفي من الخبرات من الدورات من الارشادات من النصائح من البنى التحتيه من دراسات الجدوى من كل شيء ومولوا ونجحت مشروعاتهم. طب حلو، انت شفت هذا ذكرتهم كم نسبتهم من من من, من كل اللي اخذوا قروض بنفس الوضعيه؟ انت عندك نسبه للي ما نجحوا؟ لا ما في. طيب عندك؟ طيب شلون حكم؟ انا اعتقد اغلب ما نجحوا، اغلبهم ما نجحوا. ليش؟ نادرا. شوف كلامك وكلام سمحون مره ممتاز. شوف اخوي استاذ مفرح، لازم نعرف انه الكلام على الورق سهل، واللي يجي يشرح مشروعه ايضا اسهل، والفكره المبتكره ايضا سهله، والفكره الرياديه ايضا سهله، لكن احنا في سوق عمل متنوع ومنافسين اكثر واكبر منك واكثر امكانيات منك واكثر صبر منك واكثر مال منك واكثر يعني فهما للسوق والعميل والمنتج منك. فانت تاخذ الامور هذه كل شيء ناجح على الورق، تذهب الى سوق القطاع الخاص، تعيش تصدم بالواقع. إيه؟ تجيك الاشياء هنا وهنا وهنا مع انت حسب نفسك في هذا. إيه لكنها كفكره اليوم مع التجاره يبون ياخذون. لا 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 يدعو ناس ياخذون قرض يبداوا من الصفر. لا 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 ابدا. لا 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 ما هو كذا. انا كلامي واضح. انا كلامي اليوم انه الفكره الموجوده انه انت شخص متحمس للعمل وعندك فكره عن العمل، وانا جيت وهيأتك بالدورات بالبنى التحتيه بدراسه الجدوى، جلستك مع مستشارين، جلستك مع خبراء ومولتك، تمام. يظل النجاح وعدم النجاح هذه امور ثانيه، لكن الفكره نفسها في اني انا امول شخص جاهز لبداية عمل مشروع، ليش ترفضونها؟
لان لو فعلا كلامك جاهز فهمتني بس استاذ محمود يعني بس انا بس ما اقول انا ما اقول انه 100% انت اليوم بتاخذ قرض بكره بتنجح أنا بس انا اقول انه اللي جالسين نشوفه اليوم مثلا منشات كنموذج وقس عليها كثير من الصناديق الرسميه اللي جالسه تمول انها هي ما هو عبثا اي واحد جاي قالت له تعال وخذ هذه مليون وابدا مشروعك لا انه في تهيئه فليش الفكره كلها مرفوضه يعني من الاساس ليش في تنبؤ مباشرة بالفشل لو فيك لو كلامك الجاهزية حقته فعلا هو جاهز ما كان يحتاج لقرض كان يعرف يبدأ من الصفر ولكن هو فعلا ما هو جاهز ترى الجاهز الحقيقة القروض أنا القروض أكرر وأقولها كلمتي واحدة القروض هي جميلة جدا وتمويل جميل جدا لنمو المشاريع تعرف الجولات الاستثمارية بالشركات الكبرى شركة قيمتها مليار تقول لك جولة استثمارية قيمتها نص مليار وربع مليار ليه شوف تنمو هذا هو الصح شوف وجهة نظر تقدم وتحترم بس تعليقي على كلامك بس عجل علينا الوقت كلام سليم ممتاز يقول لك انا ابدا من الصفر انت تبدا من الصفر وحتى وبدات عندك فكره وعندك عندك خريطه الفكره وعندك كل شيء هذا بدايه من الصفر هذا كله بدون مال لكن عندما تنضج الفكره وتصير الامور تمام فتبحث عن المال تاخذ قرض لتنميه المشروع هذا كلام تفسير الماء تفسير الماء بعد جهد بالماء لا 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 لا, لا, لا تفسير الماء بعد جهد بالماء لا لا في نقطه استاذ بدر انت ما وصلت لا 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 كلمه جميله شوف كلمه جميله متى تنضج الفكره متى تنضج عندما يبدا الشخص بالعمل لمده لا تقل عن 6 شهور الى سنه اذا انا مع تمويل الشباب وليس توريط الشباب انتبه طبعا نعم يا تمويل لحظة الشباب لحظة. لا عشان الكلام بس يكون واضح نعم. مساره احنا ما تكلمنا عن توريط وانا رجعت كررت ألف مره في ناس يسمعون كلام لا 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 لا, لا 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 قلت لك انت هذه الصناديق التمويليه اول شيء هي مختلفه تماما طبعا نموذج عمل منشات ممتاز لا بس نعم. هي مختلفه تماما عنك تاخذ قرض من البنك ولا تستدين من احد معين ولا مختلفه تماما تمام والفكره واضحه انه انت ما حتجيب شخص اي احد وتقول له خذ هذا مبلغ وترميه وتورطه وبكره يلقى نفسه مديون وخدماته موقفه اكيد لا الفكرة اللي جالسة تشتغل عليها منشآت اليوم بشكل واضح انه انت تعال وقدم مشروعك واحنا ندخلك دورات واحنا نهيئك الين نتأكد انك وصلت الى مرحلة جيدة ممكن انت تبدأ فيها مشروعك ونعطيك التمويل لانه انت عندك كل الادوات الا رأس المال نعم هنا هذا هو الطرح اللي انا اقصده هذا كلام ممتاز انت والاستاذ محمود تقولون لا انه هذه كارثه لا انا متفق اذا كانت الفكره ممتازه والامور مدروسه وسوق العمل مدروس والمنتج مدروس والعميل مدروس هذا نموذج عمل موجود في كل العالم في اليابان اكثر الشركات المنشات الصغيره المتوسطه امريكا نفس الموضوع تجاوز 40-45% انا مع هذا الكلام حتى في تجار يقول لك اعطني الفكره وانا ادعمك هذا كلام ممتاز لكن تنفيذ هذا ممتاز لكن انا مسألة القروض بدون متابعة الشخص ومعرفة إمكانيات الشخص وخبرات الشخص لا طبعا أكيد هذا ما في أحد أنا مع القروض يعني بطريقة اللي ذكرتها أنت قبل شوي بالنقاط اللي ذكرناها فكرة ريادية فكرة مبتكرة رجل عنده الخبرة الكافية عنده الإمكان عنده السلوك الجيد عنده فهم لسوق العمل وسوق التجارة في المملكة السعودية أنا مع كل الدول تدعم مواطنيها هذا أمر ما في شك لكن ارجع للتجارب السابقة لكن نموذج عمل منشآت ممتاز لكن النجاح والفشل هذا يد ما عندي أرقام لكن هناك مشاريع كثيرة الشباب يعني كانوا ضحية تسويق لبعض المنشآت وبعض الصناديق أنه خذ القرض وابدأ وبعدين يعني نوع المنشأة تجد أنه عشرات منها هذا مو منافسة فأنا كيف أنا يعني لازم سنوات سنتين ثلاثة المنشأة لازم تكون عندك قدرة استبرتي عالية أما بعد 6 شهور ما عندك فلوس للرواتب ولا شيء ولا أجارات وتقولي والله أنا أعطيتك قرض لا أنا وأتوقع الأستاذ محمود وكل المشاهدين يتفق تماما أنه أي عمل عشوائي غير محسوب أكيد نتيجة الحتمية الفشل وما نشجع أنه أحد يقدم عليه أنا بس كنت أوضح فكرة أنه عندما تنضج الفكرة نعم بس هو اللي كان ناقصه هو اللي كان ناقصه المال طب وجد جهة تمول البزنس موديل النموذج العمل قابل للتطبيق يعني. متى تنضج الفكرة عند العمل بها وتجربتها أنت لازم تجربها فهنا المشروع قائم فعملية النمو له تاخذ قرض عليها هذه طريقة سريعة أيوة بس أنت المشاهد. كيف تبدأ المشروع إذا أنت في الأساس ما عندك مال إذا أنت ذكرت عند الخبرة وعند الفكرة ويعرف كيف يشغلها ويعرف كيف يسويها يبدأ بها يجربها يا أخي يجربها العميل عميلين 3-4-5-10 أي بس هو هذه شوي لا بس هو هذه غير أنه مكتسب بعضها هو أكمل اكتسابها من الجهة اللي حتعطي التمويل لأن الجهة اللي بتعطي التمويل هي هدفها في الأساس ما هو أنه أنا أعطيه مبلغ ويرجعه هي هدفها في الأساس أنه أنا أصنع مستقبل لشخص
الشخص بعد ما انا اهيئه انا كجهه. يعني ما اعتقد يخفى عليكم اللي جالس يصير اليوم مثلا وزاره الزراعه عند الناس اللي يشتغلون في العسل وغيرها منشئات وغيرها. استاذ فرح بقول لك شيء، كلام استاذ محمود مره ممتاز ودقيق، ترى الرجل قاعد يعرف شو قاعد يقول لك، لكن انا بقول لك شيء. انواع التجاره ايش؟ انواع الشراكه ايش؟ اما شراكه ماليه هذه قاعد يسوونها منشآت، وشراكة استشارات، وشراكة إشراف على العمل، وشراكة إنه أنا أبني سوق عمل جيد وتجارة جيدة للمواطن السعودي. يعني الآن لما ينجح شخص حيوظف سعوديين، فإذا الشراكة هنا مالية وشراكة استشارات، لكن النجاح يتفاوت من شخص لشخص. ولكن أنا متأكد تماما إذا المشروع ريادي أو مبتكر أي شخص ممكن موله، مو بشرط حتى منشآت أو غيرها. واضح جدا. طيب خلوني، طبعا الشباب والله يمكن من حوالي 15 دقيقة يقولوا لي انتهينا 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 وعندنا فقرة. أباخذ بالعادة سميها لضيوفي تغريدة صوتية أخيرة مختصرة في كل ما تحدثنا، في إيش حاب تقول وتختم؟ التجارة والوظيفة هي توفيق من الله سبحانه وتعالى، وهبة يهبها الله لمن يشاء من عباده. والله مهما بذلت وسعيت وانطلقت، إن كان تبي توصل إلى وظيفة جميلة أو توصل لتجارة جميلة، والله بدون توفيق الله ما تسوي ولا شيء، لا بقروض ولا بتمويل ولا بهم يحزنون. نعم. فالتوفيق هو الأساس. ونعم بالله كلنا طبعا مجمعين على هذا. شكرا لك أستاذ محمود لحضورك معنا. أستاذ بدر، أتفق مع أستاذ محمود أنه التوفيق بيد الله، لكن لا تحسب أن المجد تمرون أن تأكل، لا بد أن تبلغ لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، تلعق الصبر. لكن أنا أقول له إذا تبغى تصير تاجر ادخل سوق العمل واعمل حتى تصل لنضج تاجر ناجح بإذن الله. جميل. أشكر الأستاذ محمود، أشكر الأستاذ بدر. تظل وجهات النظر والآراء والقناعات محل أخذ ورد واتفاق واختلاف. شكرا لهذا الرقي في الطرح. بعد الفاصل مكملين معكم.